لا توحي بتاتا باندلاع أزمة جديدة في النادي البنزرتي هذه السنة. الكل توقع أخذ العبرة، لكن تجري رياح المشاكل بما لا تشتهي سفن قناة البنزرتي. النادي البنزرتي ورغم مرحلة الذهاب المطمئنة وإلى حدود الجولة 11 في المركز الثالث، فإنه الإياب كان أصعب بكثير، مرتبة 10 ونقطة واحدة في 7 لقاءات. نتائج عجلة بندلاع حيرة بين الأحباء، تصدع في العلاقة بين المسؤولين، أزمة ثقة بين اللاعبين وقدوم مدرب جديد. أردنا تحليل الأسباب حسب تصريحات اللاعبين، الأحباء، المسيرين والمدرب، وخرجنا بالأسباب الخمسة. كي شفنا رواحنا جبنا 23 نقطة، بانا سي اوري بيان فينو وبانا سي سهيل برادي. جات التريف أنا بيدا حسيتها بلي ماتش ما يكون كل اللي لعبناهم يعني حتى في النتائج نتاعهم يعني صفر بصفر ولا هدف بصفر بحلة ولا حاجة، رأيت المردود عمل مش بيقص. وخليني ناخذ على عاتقي مسؤولية تراجع النتائج في نادي البنزرتي، لكن بصفة مئوية مش كبيرة برشا. فما زاد شوية عكس نتاع كورة، ماك تعرف كي تعكس الكورة شوية جماعية تدخل في الدوت. احنا روتور كامل نخسروا 7 ماتشات ورا بعضهم. لما نعصيبها الليل كان جمهورها، فهمت، حشنا بهم السنة باش يقفوا معنا بركدا، وإن شاء الله نوعدوهم باش نرجعوا صيابين للطريق الصحيح إن شاء الله. المسؤولية جماعية. سي فريد يظهر لي انترنير كبير، خدم من الرياض البنزرتي بكل ما عنده. فما اختيارات برشا فاشله تاع مدرب، انا نجيب جوار يلعب لي ترجيل، نتكلم 90 مليون على الرياض البنزرتي مش معقول. والواحد كي يخدم ويعطي ما عنده قلب صافي ما تجمش تلومه راه. اللي تفرغ فريق من الملاعبيه نتاعو من المستوى نتاع الملاعبيه البهين نتاعو يظل المدرب ما ينجمش يلعب في عوض الملاعبيه. يا سؤال براد نجيب هما 80% من سؤال براد. سورتو خروج اوري معناتها القدام ضرنا برشا. اللي مشى اوري بيان فولو قداه ماركينا من بولتو. لي جوار اللي جاو باش يكونوا في عوضهم فهمتني ولا ما عكستهم شويه الكره. وهذا هو التورنو نتاع النادي هذا بنزرتي اللي خلاه من مرتبه عليا يهبط ننزل المرتبه الاخرى، ناهيك وانه نادي بنزرتي فرط في في هداف البطوله في الوقت هذاك. انا من 2005 وانا نعاني في ازمه ماديه، دخلت على ديفيسيت وقعدت نعاني فيه ودخلت برشا يعرفوه ويعرفوا الحقائق لازم نعاود نقولها، مش نحبش نخلق ما انتونيك يعني ونعاود نجبد اطراف ونجبد القديم. زايد ونرجعوا بالتوالي ونقولوا فما اختلاف في وقت اللي هاك تشوفوا نخدموا مع بعضنا وان شاء الله نكملوا السيزون على خير يعني. فما حاجات تاع النادي تقعد في النادي فما تخرجش للعالم. خرجت للعالم يعني جات رجعت من برا على الريزولتا وعلى الامبيونس تاع الجوارات. حمد دقري قاعد يسير واحد وبعد الناس الكل قاعد فيها واحد. ما عندناش لا استراتيجيه نتاع خدمه لا عندنا للناس الكل باش تفهم الرؤساء قدام وينهم. الاسباب الداخليه اللي في بين الهيئه المديره وقتها معناتها برشا مشاكل بين رئيس الجمعيه ونائب رئيس الجمعيه. لكن للاسف سوء التصرف كونه دفع فلوسه في البدايه في البلاد دفع برشا فلوس ففي كل موسم فلوسي وياخذ قرارات متفرط. عاطيني الوقت عاطيني صحتي عاطيني الامور الكل لازم نفكروا نقفوا كل مع بعض. كنا ننتظروا النادي هذا بنزرتي باش يتفرهد بعد بيوع اللاعبين، مع كامل الاسف دخلنا في ازمه ماديه اكثر من قبل ما نبيعوا الملاعبيه. كيظل فيها برشا امور ماهيش ماشيه، بس نورمال شو اللي خامس برشا حاجات. اوك علاش ما عندش روندمون؟ كيما نقولوا احنا تصاعدي ولا كيما نقولوا فهمني؟ اوك علاش بلعبه في تونس تلقاها ديما عاطي روندمون وساعه ساعه ما يعطيش. ماخذين في البريمات وفي الشاري ديرنييرمون فهمتها، مي فما بريم دو روندمون اللي هو اهم حاجه بالنسبه للجوار. انا قاعدين يعني نحكي ونحاولوا ماكسيموم باش توفر سيرتو في الفتره هذه دوزيام ترونش. روندمون يحكوا فيه انترونور بريزيدون من بعد تقول انت لاعب يعني نقولوا احنا جمعيه تلقى روحها في كلاسمون ماهوش لا على البطوله لا على التيوح. لم لاعب ينجم يقعد في البنك، كي تقعد في البنك خويا ما تاخذش معهم الساقات تاعك، هل هو بريم دو روندمون؟ لم لاعب يخمم فيها الكل. نسم اجور في لي سالير عندنا لي كيلك بريم دو روندمون تاع دوزيام ترونش مازال نسويو في وضعهم في رمجير على حسب الامكانيات اللي جايه عندنا. الأسبوع الأخير في بنزرت كان أسبوع الاتهامات والتغييرات وغضب الأحباء، أسبوع حاسم للنادي على درب إنهاء الموسم بعيدا عن الحسابات ورجوع مختار الثليلي لتدريب الفريق. أنا شخصيا قد صافي ما عندي حتى شيء مع مختار وهو ما عندوش معايا حتى شيء،
صارت ظروف امور حكايه ماديه تتريك. الامور تتشعب من جديد في مركب البنزرتي بعد انتداب تليلي. بن بلقاسم يعلن عدم استقالته من تدريب الفريق، والنادي رسميا له مدربان. اقاله استقاله او رخصه مرضيه بين القروي وبن بلقاسم يطول الحديث. هو انسحب بالمكشوف يعني امام التلفزه صرح به. احنا ما كناش نتصوروا بشيء تصير العمليه هذه. المدربين كل يوم يلوحوا بالاستقاله في على التلفزه، واشو تنجم تقول اي كلام. احنا تفاجات بعد المباراه، تفاجات بالتصريحات اللي هو عملها، ما اتصلش بينا بالكل وعمل تصريحات ومشى يعني. لكن التصريحات يضمنوا برون كونفيراسيون. لا ما خليتش بالتزاماتي، وعندي معناتها ملف صحي تو يثبت الاشياء هذه كلها. خلي على المسؤوليه نتاعو لاسباب تو ولات صحيه، وقت من الاول قال انا ما عادش نجم. طبيب النادي والمسؤولين تاع النادي بنزرتي يعرفوا اللي فريد بن القاسم عنده تقريبا 3 أشهر معناتها هو يدرب في ظروف صعيبه شويه من ناحيه الالام هذايا. كان يحب يبعث اتيستاسيون شهاده طبيه وكل، تولي امور ماهيش باهيه لا ليه وحتى المستقبل. سي احمد القروي عنده 2.5 عام مدرب تاع النادي، رئيس نادي تاع النادي بنزرتي، 8 مدربين، ما نعتقدش كان 8 مدربين خايبين. ثم تصريحات بعد قبل اللي عديناها وقبلناها في الجرايد، في النادي الرياضي بنزرتي ما عندوش اكيبمون، ما عندوش اتات، ما عندوش هذا، ما عندوش مراوم، حاجات يعني ماهيش باهيه. وكل اللي تقالت قبل وقبلناها وعديناها. يحكي برشا يقول لك ديما نصرف في فلوسي فلوسي فلوسي، ويقول اللي هو عنده 800 مليون معناتها فلوسه صرفها مع النادي فلوس ولاده، قد يكون هو محق، لكن في وضعك في هذايا ما تنجم كان توخر النتائج، ما تنجمش تقدم. مختار قصد ربي، قصد ربي لعاصمة الجلاء. عليه المهرجان مازال بكري عليه. لا المهرجان اخر، مهرجان اخر السنة هذا يتسمى. بتعرف يعني انا بنزرتي من غير ما نكون بنزرتي. ما قالوا سي مختار كان ترجع لبنزرت في مهرجان بنزرت. يشبه ما هو الا تنشيط، الدنيا هي الحياة كلها تنشيط. عودة البنزرت بعد برشا كلامات قالت في الموسم الماضي. احمد القروي اذا كان تصرف التصرف اللي تصرفوا معايا العام العملاول لمصلحة جمعيته، على حسب ما يتصور هو جمعيته تتطلب باش ومصالح جمعيته تتطلب باش مختار تليلي ما يرجعش للنادي هذا بنزرتي. وكان هذاك توا تغيرت المعطيات ولا مصلحة جمعيته ومصلحة احمد القروي باش مختار تليلي يرجع. اثناء عندنا اهداف، اذا وصلنا للاهداف نتاعنا نعاودوا نتناقشوا من جديد في العقد، اذا ما وصلناش بطبيعة الحال المهمة تنتهي. اول الاجراءات سي مختار تاخذ السيارة. اول حاجة السيارة، تو من بعده الفندق، ومن بعده الزي الرياضي، وبعد تمرين. بلا سيارة ما تخدمش؟ لا نخدم، شو المشكل؟ هو نجيب العوم لهنا البنزرت، مش مشكل. سيدي عودة المياه إلى مجاريها سيد أحمد. طبعا كهو ربي كتب كل شيء مكتوب في الدنيا هذه، وكهو واللي صار سابق كله يقعد ويبقى للتاريخ. واليوم ان شاء الله رجع النادي الرياضي بنزرتي لابسين جيليت سوفتاج، اما لاباس حول الله الحمد لله. بنزرتيه تعرف تعوم، ومختار يعرف يعوم بسيفته ولا بنزرتي والتشط. حلوه تخرجني فوتوجينيك هذا. الشهر ونص اللي مازالوا هذوما. المهم هو احنا باش كنا نقعدوا في الصوره الباهيه، في الوضع الباهي، في الجو الباهي تاع عمناون. إذن نرجع إلى القصريين وإلى